بعد تقديم استجوابين في المجلس الحالي ما هو مستقبل علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء مسلسل استجوابات المرتقب؟ هل يستغل نواب الأغلبية عبارة المجلس سيد قراراته للتعدي على اللائحة الداخلية؟ ولماذا رفض المجلس تفسير بعض مواد الدستور؟ هل هي رغبة في الهيمنة أم ضمانة للحرية؟ جدل لجان التحقيق البرلمانية، هل هو دفاع عن القانون أم محاولة لمنع الوصول للحقيقة؟ هل من المجدي إنشاء كتلة برلمانية تضم الأقلية؟ وهل تقود هذه الأقلية مخططا لحل مجلس الأمة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في الحلقة القادمة من برنامج المنصة مع عضو مجلس الأمة النائب نبيل الفضل. المنصة مباشرة السبت الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت.